منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعة متأخرة من الليل تزدحم زوايا الكورنيش بالقادمين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العراقيين القادمين من محافظات العراق كافة. أحمد الرسام القادم من بغداد اتخذ من الكورنيش مرسما له. أنا من الحرية إن شاء الله من بغداد، هنا أنا جيت يعني 3 أيام، أنا بودي أبقى كلها إن شاء الله يعني، بس ما أقدر لأنه موظف، فقمت يعني أرسم هنا على الشط العرب ونشارك أفراح أهل البصرة والإخوان الخليجيين. تحول هذا الشارع البصري إلى ساحة للاحتفالات والتجمعات تجسد شعار خليجنا واحد، هنا أعلام سعودية وأخرى كويتية وقطرية يتوسطها علم العراق. تصير هنا فعاليات كرة قدم، يجون شباب عندهم مواهب، في تجيني فرق موسيقية، يعني في شغلات حلوة هنا، حلوة جدا. والله ما نحس بغربة، كأننا بين أهلنا. حنا قاعدين نقول يا جماعة والله عندي مكان أنام فيه، قصب إلا تروح معاي إلا تجي معاي، شيء غريب عجيب. رغم الأجواء الممطرة وعدم وجود مباريات هذا اليوم في البصرة، إلا أن مئات الجماهير العراقية والخليجية لا زالت تتوافد على كورنيش شط العرب للمشاركة في هذا الكرنفال المستمر منذ أسبوعين. سامر الكبيسي، العربية.